مثل ما نعرف اليوم ظاهرة الكسوف الحلقي، الكل يترقب، الكل ينتظر هذه الظاهرة بفارغ الصبر، لكن احنا راح نشوفها بزاوية مختلفة تماما، راح نشوفها بعين المصور. وروح ياكم مستمعين مباشرة مع المصورة أيمن الغزالي، وبداية صباح عليك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة أيمن، شو الأخبار؟ أهلا شيماء، كيف صحة؟ الحمد لله. أيمن، قبل كل شيء حابين نعرف كيف الجاهزية، كيف الهبة؟ والله الحين حاليا في قريات وجاهزين إن شاء الله، معي العدة إن شاء الله ما يكون نسيت شيء من العدة، وننتظر باقي الشباب يوصلوا وبإذن الله نكون جاهزين بإذن الله. أيمن، حاب أسألك بعد، يعني السنة الماضية كان لك أيضا لقطات من تصويرك للكسوف الشمس، أيضا حابين نعرف كيف اليوم المصور يجهز نفسه للتصوير. أيوة، فأهم شيء في البداية أنك تحمي نفسك وتحمي معداتك من الشمس، لأن الشمس سطوعها وايد قوي. ففي البداية طبعا أي حد لما يصور لازم يلبس اللي هي نظارة الكسوف الخاصة أو النظارة الخاصة اللي نشوف فيها الشمس، يعني النظارة الشمسية العادية ما تنفع، يعني الموضوع ممكن يكون خطر. والشيء الثاني، اللي حاب يصور الكسوف ومثلا عنده معدات وكاميرات لازم يستخدم معدات المناسبة. فللكاميرا مثلا يحتاج فلتر خاص لتصوير الشمس، يعني لو ما استخدم الفلتر ممكن يتلف يعني المعدات ماله. فمثلا استخدم مثلا احنا عندنا فلتر العادي عند المصورين هو فلتر الاندي نسميه، هذا ما ينفع، فلازم يستخدم فلتر خاص لتصوير الشمس. طيب ايمن، هذا بخصوص العده والعدسات والكاميرا، لكن اهم من هذا كل الموضوع اللي يختاره المصور، فمثل هذه الظواهر هل يجب على المصور انه يعني يكون معاه تفكيره مسبق ايش الموضوع اللي ممكن يختاره؟ اكيد اكيد، يعني حدث مثل هذا لازم الشخص او المصور يخطط للصوره يعني بفتره من قبل، يعني في ناس يعني خططوا لمده شهور من قبل لمثل هذه الصوره، فلانها يعني نهايه لحظه وتروح، ما عندك محاوله ثانيه. بالضبط، عاد مثل هذه الظاهره يعني تتكرر من بعد سنوات عديده، ففرصه للمصور بعد اليوم ايمن انه يلتقط مثل هذه الصور. انا بس معي فضول بخصوص لما تكون الشمس كبيره، ويمكن حتى الاشياء تكون كلها صغيره بس الشمس ظاهره بصوره كبيره، فايش السر، ايش الخلطه، ايش السالفه؟ عشان المصور يظهر بهذه النتيجه ان الشمس تكون كبيره والموضوع عنده يكون صغير، لازم يبتعد عن الموضوع قدر الإمكان. يعني إذا كان موضوع مال شخص يحاول يبتعد عن الموضوع يعني يعني أكبر كمية عشان يستخدم عدسة كبيرة ويسوي زوم، وبهذا الطريقة يظهر الشخص أو المعلم صغير مقارنة بالشخص. طيب أيمن، يعني نحن شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على هذه الظاهرة إن الأغلب يعني يبحث له قمة معينة إنه من خلال يلتقط الصورة، فهل يعني مثل هذه الظواهر يجب التقاطها من مكان مرتفع؟ لا، ما شرط، بما أن الكسوف يعني يكون كسوف للشمس، إذا أنت أي مكان موجود تقدر تشوف فيه الشمس، حتى من يعني من المنزل، يعني إذا تقدر تشوف فيه الشمس فتقدر تشوف في الكسوف. يمكن يعني إذا الشخص يعني يريد يكون في مكان مرتفع، هنا يكون للمصورين نحن، إذا هو الموضوع لازم يكون في مكان مرتفع، لأن الشمس بتكون في زاوية مرتفعة هذا المرة، فالموضوع لازم يكون جدا مرتفع فوق. يعني اختيار المصور للأماكن المرتفعة من خلال أيضا اختيار للموضوع اللي ممكن من خلاله يبني عليها الصورة. بالضبط. طيب يعني يمكن هذه الفترة أو حتى يمكن هذه السنة يمكن راح تكون مختلفة تماما للمصور من خلال يعني وقت الذروة اليوم أيمن، ساعة 8:15 وساعة 9، فهل راح تواجهون صعوبة من خلال هذا؟ أيوة نعم، هذا يعني الكسوف هذا المرة مقارنة بالكسوف الماضي اللي كان في شهر ديسمبر من السنة الماضية. السنة الماضية كانت ذروة الكسوف في تقريبا بداية الصباح، يعني تقريبا أظن كان على 40 و50 دقيقة بعد شروق الشمس، فكانت الشمس أولا ما بهذا السطوع العالي اللي بيكون يعني واجد يأثر على الكاميرا،
وثانيا الشمس ما كانت واجد مرتفعة، فالشخص أو الموضوع ما لازم يكون في مكان مرتفع. لكن هذه المرة اللي هو كسوف اليوم الشمس يعني بعد الحين بعد باقي تقريبا ساعة ونص إلى الذروة، والشمس الحين حني أشوفها جدا جدا مرتفعة فوق، فتحدي جدا قوي لجميع المصورين. عاد احنا اليوم نتريى الصورة ايمن بفارغ الصبر، حابين نعرف ايديتكم من خلال تصويركم لهذه الظاهرة كسوف الشمس الحلقي. ايضا حاب اسألك ايمن، وخاص يمكن هذا السؤال راح يساعد الكثيرين من الناس المحبين التقاط الصور، هل في تطبيق معين ممكن يساعد اليوم المصور سواء كان مبتدأ او حتى كان يعني محترف على تصوير الصورة بشكل احترافية؟ نعم، في عدة تطبيقات، لكن التطبيق اللي أشوف أنا أفضلها واللي أستخدمه أنا دائما تطبيق اسمه فوتوفيل. فوتوفيل كلمة واحدة. هذا التطبيق هو تطبيق مش مجاني يعني مدفوع، لكن قيمة رمزية جدا، وأنا أشوف يعني هذا التطبيق يسوى هذه القيمة وأضعاف بعد، لأن ساعدني جدا جدا في تخطيط كثير من صوري، مش فقط تصوير اللي هو صور الكسوف، ممكن يساعد في أشياء كثيرة من تصوير القمر وتصوير شروق الشمس أو القمر العملاق وتصوير المجرة وغيرها أشياء كثيرة بعد. يعني تصوير المناظر الطبيعية. تصوير المناظر الطبيعية بالضبط. طيب أيمن، توقعاتك هذه السنة من ناحية التصوير كيف راح تكون؟ والله أنا أحس في نوع من المخاوف. هو في مخاوف جدا، لأن بعد الموضوع يعني هو يعني المصور يقدر يخطط يعني بقدر الإمكان عشان الصورة، لكن وقتها يعني في اللحظة ما يعرف وش يصير وإيش من المتغيرات فيه. يعني مثلا في السنة الماضية في الكسوف الماضي اللي هي جمعية الفلك العمانية كانوا يعني مسوين مخيم في رأس الرويس، وكان من أفضل الأماكن لتصوير الكسوف، لكن سبحان الله يعني هذاك اليوم صادفهم غيوم واجد يعني فيعني الحمد لله يعني أثناء الذروة كان في يعني الغروم شوي الغيوم تفرقت شوية وقدر يصوروها، لكن هذا مثال على أن يعني ممكن أي شيء يصير في ذيك اللحظة أنت ما مخطط لها. يعني هذه التحديات اللي ممكن تواجه المصور في ميدان التصوير. طيب سؤال أخير، وقبل سؤال أخير أقدر أقول لك إيش جديدك اليوم أيمن؟ والله ماشي جديد صراحة، قايمين من غبشة على طريقكم وواصلين الحمد لله هنا في قريات في الموقع، والكسوف أظن المفروض يبدأ بعد تقريبا 20 دقيقة اللي هو البداية، يعني بداية دخول قرص القمر أمام قرص الشمس، وتدريبات موجودة معانا يعني سالين الفطور والأمور طيبة إن شاء الله. جميل كثير، وعاد الفطور الله يعينكم على هذه الأجواء الحارة. الله يعين. نعم آمين يا رب. شكرا لك أيمن الغزالي، يعني نتمنى إن شاء الله أيضا لكل المستمعين والمصورين هم استفادوا من خلال هذه المحطة. نشكرك، شكرا لك. جزاك الله خير، أحسنتي. شكرا.